هو قاعد يدور توا انه الدجاج مفقود بينما العظم موجود. حسب رايك انت شكون قاعد يبيض؟ سردوك من والله بدل راي ولا يبيض؟ ولا يبيض علوش توا هاي يمكن النعجة عندنا بدلت ولات نعجة ما عادش علو ولات تمسح يمكن ولات تمسح عندنا تمسح زعما في البلاد ولا شنو؟ عندنا تمسح بالرسمي في البلاد تمسح هذوما اللي قطعوا الدجاج وقطعوا السكالوب ومنهم من غادي مساح يبيض يمشوا لامازون يجيبونا في العظم العظم ما تبيض العظم هي تبيض في الدجاج خاطر مش بالحق ما فماش دجاج مفقود والعظم موجود كيما الحليب مفقود والزبده مفقوده والبن والرايب والياغورت موجودين والله اعلم العبد من الغصره يولي هو يبيض يلزوا في العبد باش يبيض العظم يلزوا في العبد باش يبيض العظم انه العباد هذوما ما عندهمش لا رحمه ولا شفقه في تونس انه تصور انت العظم موفر بخير ربي كل شيء والدجاج مش موجود شكون اللي يبيض العظم هو العباد هيك العباد هذوكم اللي قاعدين يعطلوا ولا ما فهمتش يقتلوا فيه الدجاج بعد ما يبيض يقتلوه ولا يعملوا له الله اعلم يبيضوا سياسيين يهربوا في الامور هذيا بالذمه باش يفسدوا سياسه الرئيس هذايا ما يحبوش البلاد تمشي للباهي يحبوها قبل واكثر من قبل والله ماني عارفه قاعدين يحتكروا في الدجاج موجود وكل شيء موجود عندنا اما الاحتكار موجود في البلاد كل شيء عندنا موجود الدجاج موجود السكالوب موجود اما هما قاعدين يحتكروا فهمت والعظم من مين يجي كي العظم متوفر كي ينقرض العظم يقولوا الدجاج ميت من السخانه كي يجي العظم الدجاج يغلوه ما فهمناش نحنا وين ماشيين الله اعلم انت زاد تسال في نفس السؤال نسال في نفس السؤال ومانيش عارفه اللي نسال يقول لي بدي انا ما نعرفش يسالني هو نفس السؤال نقول له يا اخي في الصيف يقول لك العظم ما فماش الدجاج ميت توا هو العظم ولا موجود الدجاج مفقود ما فهمتش شكون اللي قاعد يبيض الله اعلم يمكن هذيك نتاع تبويض الاموال قاعدين يبيضوا في الدجاج في العظم هذيك هي ما عرف فهمت شيء كيفاش العظمه فما والدجاج ما فماش اعطيني ترى العظمه الاولى ولا الدجاجه الاولى وين نعرف نسال اي مفروض لو فما الدجاج هي اللي تبيض العظم احنا تونس وتخنقنا بني تام ان شاء الله ليش تخنق ها ما تشوفي في الحال لا فما دجاج لا فما العظم موجود الدجاج ما فماش اعطيني الحل ترى منين جايه العظمه العظمه من الهوايه جاي ما فهم ها انت كي ترى العظم متوفر بكميات كبيره وما تلقاش الدجاج صدق انه الدجاج مفقود مثلا تبيض الحال ما صدق شكون باش يبيض العظم شكون باش يبيض العظم يحتمل العباد ولا تبيض العظم هذيك هي مربوطه ببعضها كان ما تجي العظمه كان متوفره متوفره الدجاج كي العظم متوفر والدجاج مش متوفر يعني انا خاخ العظام يخدموا وحدهم يخدموا وحدهم العظام كيفاش يخدموا وحدهم كاين وحدهم كيفاش ماشي تخدمهم وحدهم كيفاش ماشي الدجاج مش معناتها بالدجاج لا لا كيما تكسبليك هذا كيما قالت لك هي الدجاج كاين والعظم ما كاينش. ايه شنو معناه؟ شكون اللي يجيب العظم؟ خليني مسي حكايه شكون اللي يجيب العظم؟ تطورت الحاله هذوك هذيك شكون اللي يجيب العظم؟ وقت الحج الحجريه معاك فاهمك شكون اللي يجيب العظم؟ ما فهمتش فهمني شكون اللي يجيب العظم؟ حتى العظمه كيما تتكون معناها باش تكبر وتولي عظمه ما هي باش تولي عظمه وتولي تولي تولي تولي, تولي وحده تولي دجاجه تقنيات جديده كاين تقنيات جديده يعملوا بها العظم احنا مازلنا ما خلطناش لك الفتره هذيك احنا نعرفوا العظمه تجيبها الدجاجه والدجاجه كي تبدا الدجاجه مش موجوده والعظمه موجوده معناها ثم خلل في وسط العمل كان يتنحوا الناس هذاما اللي يعملوا في السابوتاج بلادنا فيها كل خير واعطانا ربي من كل شيء في البلاد هذه اما احنا فما ناس قاعده تفسد لنا في حياتنا وحسيبهم الله ونعم الوكيل تصدق انه ما فماش دجاجه شو كيفاش بلادنا فماش دجاج كان كل حد يربي 10 دجاجات الناس كلها تستغنى على الدجاج الماكينه نتاعهم اما غير احنا استانسنا بالحاضر وهم توا يحبوا يفزوها الحياه اللي استانسنا بها هذه والدلال اللي استانسنا بها من اول الدنيا لتوا يحبوا يفزوهم يحبوا يخلونا نعيشوا تعبين كيما لافريك وكيما بلايص نتاع المجاعات هذه نتاع الواحد اما والله بلادنا فيها كل خير والله بلادنا فيها كل خير ناكد لك انا ربي 74 ساعه عمر والله بلادنا فيها كل خير اما السياسيين هما اللي عندهم ناس تخدم لهم ويمولوا فيها هما لا مصدقش مصدق شيء في تونس انا شيء مصدق خاطر احنا عايشين كذبه كبيره في البلاد كل شيء كل شيء
فهمتني؟ علاش مختفي الدجاج حسب رايك؟ والله ولا مختي، كان على غليهم قاعدين يزيدوا كل يوم كيما يحبوا يزيدوا يزيدوا. حاجة أخرى الله أعلم شنو اللي في الخفاء ذاك، ما نعرفوش احنا، الله أعلم. الرئيس يقفلهم والدولة الكل، وزارة التجارة والكل والرقابة الكل تقفلهم. سينو ساي مشي مشينا ما عادش. ها ما خذيتش، دخلت دورت ما خذيتش. فما موجود؟ ماهوش موجود. قلة ماهوش موجود. هاي موجود اما يبيعوا فيه كيما يحبوا. كيما يحبوا سويهم. كيما يحبوا هما، اللي خاي يحط في مخه ويبيع. وهو نتاع الزوالي الدجاج. خي احنا باش ناكلوا بالعلوش بخمسين ألف، ناكلوا بشوية دجاج باش صغار تمشي تسقات للروضة باش تمشي كذا، ياخذ بخمسة ألف جوانح بخا شوية بخذاش، يجي يحط لك سكالوب 17 ألف 18 ألف، تعليه أنا شعري يصفر، ما عادش، نهاري 25 ألف نمشي ناخذ بيه كيلو سكالوب بالله، تو بنتي صغيرة 5 سنين تقول لي بابا أعطيني سكالوب نمشي نجيبهولك، نمشي لامازون نقص غزال نقص غزالة نقص، هردونا من الآخر كلنا ماكلة، شي شوريش. عندنا تماسح. تمسح هي اللي ولات كبير في العظم. واللي والدجاج الله غالي. انا دورناها قوتا ودورناها سلامية واحدة حبيب ولا حسان الله اعلم. ليش من الغلاء باش ناخذ بطناش الماج ويا سلامين، نعمل لهم ساندويتش باش ياكل. كيلو دجاج ب 8500، باش تشري زدير دجاج يكلفه لك ب 8000 اكثر من كيلو دجاج، كيلو زر يحسبوا لك ب 14 دينار وكيلو افغاض ب 14 دينار، ويحط لك كيلو دجاج 8500 ويقول لك راهو عند المزرعه ب 8500، اما الدجاجه العاديين هذيكم اللي يذبحوا وحدهم ب 12 دينار هذيكم. معناها الزر بسوم والفخاض بسوم، اعتبار واحد باش يغسل ميت يحسب له يدينو ساقين وحدهم والدجاج ولا هكاكا. الزر ب 18 والفخاض ب 14 وانت برا اختار. ما فهمت شيئين. شريت اليوم دجاج ولا؟ ليه ما شريت، شريت كان بطاطا اليوم، حتى البطاطا ما خلطتش عليه، البطاطا ب 2500، المعد نص بدينار، معناه الزوالي ما خلولو حتى شيء، خلوه يمشي هكاكا مسكين مهموم، يحكي وحده بينه وبين مولاه، مش عارف على روحه. ما لقيتش عظم؟ ليه العظم ما شاء الله، العظم ستوكيت، تو كي يجي راس العام ينقرض العظم، ويكثر الدجاج، ديما بالعكس، هنا ما فهمتش، كل شيء موجود، والاحتكار موجود، وبعد يقول لك هاو على غالب، صيف السنة جاي سخون، الدجاج مات، ما في الصيف الدجاج يموت، وتوا في الخريف، العظم يكثر، والدجاج ينقرض، ما فهمتش أنا شنيا الحكاية هذه ما فهمتهاش هذايا. دخلت مش ناخذ دجاج، نلقاه فيه ما فما شيء، ب 14500 دجاج، شيء ما هو، إيش حابين نعمل؟ شكون قاعد يبيع؟ وين نعرف كان المحتكرين ممكن. قومتك متوفر ولا؟ والله مش برشا، كيف سكالوب تمشي مؤخر شوية ما تلقاش. الدجاج أنا ما نشريش أصلا نتاع المزرعة، نشري المذبوح الجيج الحقيقة نتاع ربي، فهمت؟ شوي. توسي فاهم حسب رأيك إنه فما حاجات قاعدة تتخبى؟ فاهمين كل شيء، فاهمين، أما معنا ما نعملوا. حكم الضعيف على القوي على الضعيف ولا كيفاء؟ فهمتي اش باش نعمل؟ قالك ما عنديش دجاج تروح، قالك ما عنديش حليب تروح، ما قعدوش نعملوا في المشاكل احنا، انا ما نعرف. حسب رايك التونسي فايق بهذا؟ فايق يا بنت. فايق انه فما حاجات قاعده تتخاف؟ يا ولدي فايق التونسي، يا عبا يتعدى عليه حتى شيء. تونسي يا عمام. كان امور نتاع مشاكل وكاو، يحبوا يعطلوا، يحبوا يعطلوا الدوله وكاو، يعطلوا مشاكل. وش هي مشكلتهم هما؟ انه الشعب الزوالي نخب الرئيس يحبوا يجوعوا احتكارك هاكم، نخبتوا الرئيس موتوا بالشر. انا تو هاني ماشي نقضي، تو ندخل نلقى دب ومعبي فيه كل شيء، غدو ما نلقى حتى شيء، وما يرجعوه يتباع لك الا ما يزيدوا فيه. السياسة بالعالم واش مدخل السياسيين في الدجاج والقهوة واللي تحت؟ ما السياسة تم الكل، هذيك كل يوم اليوم الدجاج، غدوة القهوة، غدوة بعد غدوة الخبز، بعد غدوة كل مرة عاملين حاجة، كل مرة يعملوا سابوتاج في حاجة، كل مرة السياسة بالعاني ضد السياسة الرئيس هذا. احنا مش نصوتوا له، يحب ولا يكره مش نصوتوا، مش نرجعوه يحكم البلاد. حتى كان الدجاج مفقود؟ حتى كان الخبز مفقود، مش نحط نرجعوه. والله كيما نحكي لهم ربي يحسبهم الله ونعملوا كي ربي يمهل بهم، كيما تعبوا ربي يمهل بهم، ربي يهديهم. ما هو صعيب ياسر كان يتهداو، ولا صعيب ياسر كان يتهداو.
والله صعيب ياسر، هو ربي يهدي. اما صعيب ياسر كان هما هذوما النوعيه هذوما، ولت عندهم غريزه في البلاد يحبوا يحطموها. يقول لك هلا بعد 6 اكتوبر تهديهم. اه بعد 6 اكتوبر يمكن هو يهديهم، الرئيس يهديهم هو. اما توا صعيب ياسر.